السلام عليكم. في هذه الأيامات كان واحد الظاهرة ظهرت في قطاع التربية، وهي يعني ماشي كاع ولكن بعض الأساتذة يعني عندهم واحد التصرفات يعني غير أخلاقية، وهذه ما تمثلش قطاع التربية فيما يخص الأساتذة. يعني وين تشوف الأستاذ يجي داخل القسم ويقول للتلاميذ نتاعه انتوما ما تلحقوش المستوى تاعي، وانتوما امركم لا تدوا الباك، وانتوما المستوى تاعكم ضعيف، وانتوما كذا وكذا وكذا، ويتلفظ بواحد الالفاظ اللي ما نقدرش نقولها لكم، ولكن سامحه الله كاين بعض الناس تعداو على المهمة تاع التربية، يعني ما حقهمش يكونوا في التربية اطلاقا. انت كمربي كأستاذ كبروفيسور لازم تعطي تكون قدوة حسنة للتلميذ، ماشي تجي تسبه وتعيره راك جاي تربي فيه. احنا يسموها وزارة التربية قبل التعليم. دونك لازم الانسان يراجع التصرفات نتاعه، هذا يشوف في لي كومبورتمون نتاعه هذا، اي سورتو سورتو il doit mesurer ses propos. تدخلش انت تهضر لهم هذه الهضره هذه، تاك جاي تطلع لهم في المورال ولا تهبطها لهم؟ ما فهمتش انا يا دوك. انت اون طونك بروفيسور ولا انت اون بارلون جينيرال، لا ماشي كاع نهضرو كاع على الناس، ولكن كاين بعض الفئه بعض ياك جاي تطلع لهم في المورال ولا تهبطها لهم؟ يا الشيطان واش هاد الهضره هذه؟ انتوما ما تجيش في المستوى نتاعي، انا بان بلي ماهوش في المستوى تاعك، انت لازم هناك تجي باش تحسن لهم المستوى نتاعهم، غدوة هما يروحوا للجامعة يقولوا كيفك فوالا لي وراه المشكل. راك اليوم انت هنا، غدوة هما يشوفوا في بلاصتك. يكون متواضع، كون سامبل، وكون موديست، وكون سيرتو تكون انستركتور اي انستيتيتور قبل ان تكون، وإديكاتور قبل ان تكون بروفيسور. قبل ان تكون انت شكون اللي جابك تازم تاني؟ انت كنت كيما هما كنت تلميذ. دونك يا جماعه راهم انا اتصلوا بيا بعض لي بارون قالوا لي شوف الشيخ شراهم يقولون للتلاميذ انت وانا ولادنا في المدرسه ولا في الثانويه في المتوسطه ما حقش. لا نو نو سي با كوم سا كون ايدوك لي جون، سي با كوم سا كون كون انسين. لونسينيمون ماشي ساهل يا جماعه، سي ان نوبل ميتي. il faut mesurer ses propos، il faut جماعه il faut مانيش عارف انا اعطوا المثال، il faut être un modèle، زين زين مستر سوي ان موديل، كون قدوه حسنه، ما تضلش تسب وتطيح وتعاير وتجي داخل بالكوبلي تاع القهوه داخل في القسم عندك واحد التصرفات غير لائقه. انا مانيش نهضر على الناس كاع، بون كاين دي بروفيسور ما شاء الله في المستوى بارك الله فيهم، ولكن كاينه واحد الفئه وعلاكش راك اختاريت التعليم نتايا؟ ما عجبكش التعليم روح لجهه واحده اخرى، ولا كديرها غير هو تسكر التعليم، ما تحبش التعليم ما التعليم ثاني ما يعطيكش. دونك سي اون انسيان il faut que vous aimiez، لازم تبغي ولاد التلاميذ تاعك، ولا بغيتهم يبغوك، ولا كرهتهم يكرهوك يكرهو الماده، يقولوا صاي يقولوا يشوفوا فيك جهنمة. يفو دوني ليكزومبل، تعلم تربى قبل ما تربيهم، تربى انت قبل ما تعلم، تعلم انت. روفوي فو كونيسونس، روفوي فو سافوار. كاين ثلاث حوايج لازم الانسان يبازي عليهم في لونسينيمون، سي لو سافوار، سافوار فيفر، اي لو سافوار اتر. اوكي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.